إن الحديث عن هوية مصر هو حديث مستمر، وإن كان شعار النسخة السابقة إلا أن الثقافة وبناء الوعي هما الهدف الأسمى لمصر، فإن المعرض ينطلق في نسخته الحالية تحت شعار على اسم مصر، معا نقرأ نفكر نبدع. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملكة الأرض شرق وغرب، بحبها وهي مرمية جريحة حرب، بحبها بعنف ورقة وعلى استحياء. كل هذا ما هو إلى تأكيد على دور مصر الثقافي وريادتها العربية والدولية، والتي تشهد على أصالة إنتاجها الأدبي والفكري وإسهاماتها المعنية بثراء المعرفة ودعم صناعة النشر. الآن دعونا نتابع فيلماً من إنتاج الهيئة يتحدث عن تاريخ المعرض وما هو الجديد هذا العام. تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبإشراف الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة المصرية، وبتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين وتنفيذ الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات، تم الإعلان عن الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار على اسم مصر، معا نقرأ نفكر نبدع. باستضافة 51 دولة من كافة أنحاء العالم وبعدد إصدارات تتخطى 250,000 إصدار للمعرض هذا العام، حيث تم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف المعرض لهذه الدورة، وشخصية صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب في دورته 54، وشخصية كامل كيلاني شخصية معرض الطفل. تسعى الهيئة دائماً للتيسير على القراء والمثقفين من جمهور المعرض. تم تطوير المنصة الإلكترونية التي تمكن الزائرين من الحصول على تذاكر الدخول من خلال المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق اختيار عدد مرات الحضور للمعرض، ومن ثم اختيار طرق الدفع المختلفة سواء عن طريق بطاقات الدفع فيزا، ماستر كارد، ميزا، أو عن طريق طرق الدفع المتنوعة مثل أمان، مصاري، الأهل ممكن، حيث تم تحديد سعر التذكرة إلكترونياً بسعر 5 جنيهات فقط لا غير، والدخول من البوابة VIP وجميع البوابات، إيماناً بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتشجيعاً لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة، والدخول مجاناً لذوي الاحتياجات الخاصة. وكما عودتنا دائماً وأبداً الهيئة المصرية العامة للكتاب بالريادة الثقافية عالمياً، فقد تم البدء في إدراج المتجر الرقمي لمكتبة الأسرة المصرية والجولة الافتراضية لأجنحة المعرض لتعلن في الخطة المستقبلية حصرياً في عالم الميتافيرس، حيث يتمكن القارئ من تجسيد واقع وجوده داخل المكتبة وتناول الكتاب من مكانه مع تصفح أجزائه بكل سهولة. ويعد هذا الحدث الفريد سبقاً عالمياً يجعل من الثقافة المصرية النبراس الذي يؤخذ بحذوه في المستقبل لنشر وإعلاء قيمة الثقافة في العالم باعتمادها أول بوابة ثقافية في العالم الافتراضي. وتأتي خطوة التطوير ضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل ورؤية مصر 2030، حيث تمكنت وزارة الثقافة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب من إطلاق منصة معرض الكتاب في الدورة 52، تتيح لزائري المعرض حجز تذاكر الدخول إلكترونياً للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا وللحد من التكدس للحصول على التذاكر. كما أطلقت البوابة حدثاً استثنائياً يحدث للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث أتاحت المنصة إمكانية زيارة المعرض من خلال جولة افتراضية تمكن الزائرين من التجول إلكترونياً داخل أروقة المعرض وتصفح الكتب المعروضة في دور النشر المختلفة للعمل على نشر الثقافة عالمياً في هذا التوقيت الحرج في العالم بسبب الإغلاق الكلي لمواجهة الوباء المنتشر، والتي حملت فيه الهيئة على عاتقها رسالة نشر الثقافة محلياً وعالمياً، وكذلك مشاهدة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة من خلال البث المباشر على البوابة الإلكترونية دون اللجوء إلى المشاركة في تجمعات بشرية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وترى الهيئة أن المنصة الإلكترونية إحدى الوسائل الفعالة لنشر الثقافة المصرية إقليمياً ودولياً، لذا فإنها تعمل على تطويرها كل دورة عن سابقتها، حيث أتاحت للزائر في الدورة 53 عن طريق البوابة الرقمية إمكانية شراء الكتب إلكترونياً من خلال خدمات الدفع المتعددة التي تقدمها المنصة، مع إضافة خدمة الشحن لتسهيل الحصول على الكتب، مما يسهم في زيادة قاعدة القراء، وتأكيداً على محور العدالة الثقافية ونشر الثقافة في كافة أنحاء الجمهورية دون تمييز. وبالفعل تم شحن الكتب إلى 9 محافظات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وهم القاهرة، الأقصر، الغربية، الإسكندرية، دمياط، الجيزة، الدقهلية، قنا، الشرقية. هذه التسهيلات والتطويرات التي قامت بها الهيئة المصرية العامة للكتاب من خلال بوابة معرض القاهرة الدولي للكتاب أسهمت في وصول عدد الزيارات إلى أكثر من 128 مليون زيارة للمنصة الإلكترونية، حيث قام 2.5 مليون زائر بمشاهدة الكتب على المنصة، كما تمكن أكثر من 102 ألف زائر من التجول داخل أروقة المعرض افتراضياً. ولن يقف طموح الهيئة المصرية العامة للكتاب عند هذا الحد، بل إنها تطمح مستقبلاً إلى إنشاء أول منصة موحدة لبيع الكتب تضم كل الناشرين الراغبين في تسويق أعمالهم إلكترونياً وشحنها للمستخدم من خلال منصة بيع إلكترونية واحدة تسهم في زيادة نشر الثقافة المصرية خاصة والترويج لها إقليمياً ودولياً، وذلك عن طريق رقمنة الخدمات التي تقدمها الهيئة التي تساعد على التحول من الإجراءات الورقية المتبعة إلى عصر التحول الرقمي. وتتحول الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى الحوكمة الإلكترونية بالكامل، حيث تم البدء في إجراءات ميكنة خدمة الاشتراك في المعارض من الناشرين عن طريق التقديم إلى المعرض من خلال البوابة، ورفع بيانات دار النشر والكتب المشارك بها في المعرض ودفع رسوم الاشتراك إلكترونياً. ولأن الهيئة دائمة الانشغال بالطفل وزيادة الوعي الثقافي لديه، فإنها تدرس إنشاء منصة خاصة بالطفل تحتوي على الكتب والمجلات والنشاطات اللازمة لتطوير مهارات وإبداعات الأطفال من خلال ألعاب تفاعلية ثقافية تهدف إلى بناء الطفل ثقافياً وتشكيل وعيه في إطار من روح الانتماء والحس الوطني من خلال أسلوب جاذب ودون اللجوء للخطاب المباشر والتقليدي، حيث يحتوي المعرض في نسخته لهذا العام على قصة أبو خربوش لكامل كيلاني، شخصية معرض كتاب الطفل تقدم للأطفال في صالة الطفل عن طريق نظارة ثلاثية الأبعاد بطريقة ممتعة وجذابة. وتطمح الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى استمرار التطوير وتقديم الخدمات الثقافية للقراء والناشرين بأعلى مستوى ممكن وبأقصى درجة من الاحترافية. معرض القاهرة الدولي للكتاب، بوابة مصر الثقافية، على اسم مصر، معا نقرأ، نفكر، نبدع. طبعا كل الشكر للمهندسة هبة الخولي والشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات، وهندعوها بعد قليل طبعا للحديث عن مجهود الشركة خلال الفترة الماضية.